فريق فاضي يا جدعان، اي فريق فاضي يجي يخبط الزمالك ثلاثة، فرقة بتتكيف ثلاثات، اي فرقة فاضية تيجي ترزع الزمالك ثلاثة كده. فاركو بيقول للنادي الاهلي انت مش اجدع مني في حاجة، خبطتهم ثلاثة هخبطهم ثلاثة انا كمان، دي فرقة فاضية وما فيهاش حد وفرقة تستاهل تاخد ثلاث تجوال كده. فاركو بيكسب ثلاث تجوال والله، والنتيجة كانت ممكن تزيد في كرة في العارضة وفي شوية دلع، وكل جول فيه دلع وفيه هزار وفيه ضحك اكتر من الجول اللي قبليه. هنشرح مع بعض الثلاث تجوال وهنتكلم في حاجات كتير قوي، بس الناس تجمع وشير على قد ما تقدر لللايف. خليني الزملكاوية كلهم يجوا هنا ويضحكوا معانا على فرقتهم. والله قلتها في حلقة النهاردة الصبح، قلت الزمالك بيلعب النهاردة وهيضحكنا، هيضحكنا يا هيخسر ويضحكنا يا هي اتعادل ويضحكنا، يا لا قدر الله ممكن يفوز وكنت مستبعدها يعني، وساعتها هنضحك عليهم برضو. الزمالك قدام فاركو للادويه، احنا في كاس العالم للانديه وهم مع فاركو للادويه. فاركو النهارده بيديهم لبوستين وحقنه كده وبيكسبوهم 3-0. ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، حد بيلحق الزمالك من الهبوط؟ قسما بالله مش هزار، الزمالك رايح فين؟ ايه اللي بيحصل فيهم ده؟ النهارده عوده فيريرا وش السعد علينا. اهلا يا جدي، اهلا يا جدي فيريرا، قاعد على دكة سقعان قوي، راجل كبير يا جدعان يقعد في بيتهم، جايبينه تاني بعد ما اكلتوه، جايبينه تاني. طب مين المدرب النهارده؟ انا عايز افهم مين المدرب النهارده، يعني اسامه نبيه هو المدرب ولا فيريرا هو المدرب ولا مين؟ الحقيقه ان المدرب الحقيقي لنادي الزمالك هو المستشار مرتضى منصور، اللي بيحط الخطه وبيحط التشكيل وبيعمل التغييرات وبيعمل كل حاجه، محدش بيدير النادي ده غيره. تقول لي بقى اصل اللي بيدير النادي اسامه نبيه هو اللي بيدير الماتش ده ومن الماتش الجاي فيريرا، كذاب. تقول لي اصل فيريرا هو اللي بيدير الماتش ده، والله كذاب. اللي بيدير نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، بس هو رئيس النادي وهو المدرب وهو الجمهور وهو الكل في الكل، ومحدش ليه لازمه في النادي ده غيره، هو لوحده بيعمل كل حاجه. لكن هتقول لي فيريرا هو مدرب الفريق، والله كذاب. اسامه نبيه هو المدرب، برضه كذاب والله. المهم ان النهارده فاركو بيرزع الزمالك ثلاثه نظيفه كده، ثلاثه صايمه، ثلاث اجوال احلى من بعض. الجول الاول باسيست من متيب، متيب الدفاع حسام عبد المجيد بيعمل اسيست ولا اروع النهارده في الجول الاول. اسيست الجول اللي جابه النهارده شكري نجيب لاعب الاسماعيلي السابق، بيجيب جول من اسيست من حسام عبد المجيد. بعد كده الجول الثاني صاروخ من عمرو جمال كده تلاقيه على طول، الجول نطت عواد. ايه عواد انت رايح فين؟ انت بتنط بالتصوير البطيء يا حبيبي، الشوطه متشاطه فيك من بعيد قوي، المفروض تبقى مقدرها. وبعدين فين نص الملعب اللي بيضغطوا على الشوط يا جدعان؟ والجول الثالث بقى ولا احلى ولا اروع، سيف تيري هنري على راي بلال علام، قال لك ده سيف تيري هنري دخل من وسط واحد والثاني والثالث، وراح ابراهيم نضاي واقع قدامه قال له انا ميت. قال له انا ميت، انا ميت بقالي سنه كده لسه راجع اول مباراه ليا يا جدع، حرام عليك، انا مش قد اللفه اللي انت لفيتها بيا دي. خد عمر جبل وراح واخد ابراهيم نضاي وراح واخد محمد طارق وراح شايط على طول في الجول، عواد مش شايف الكوره طبعا. ثلاث اجوال احلى من بعض، ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ هيطلع لي طبعا مرتضى منصور بالليل يقول لك السحر، سيد عبد الحفيظ هو السبب، شوبير هو السبب. هو سيد عبد الحفيظ وشوبير دول عاملين لهم خرم في دماغهم هناك، سيد وشوبير اتنين بيعملوا وحرقان في 100 عقبه ما بيعملوش اي حد. طب ما تشوف لعيبتك يا حبيبي اللي في الملعب النهارده، قسما بالله تيشيرتات فاضيه، تيشيرتات فاضيه كده ما فيش لعيبه لابساها. ايه اللي بيحصل في الزمالك ده يا جدعان؟ ايه الفرقه اللي بتلعب النهارده دي؟ دي فرقه المفروض تنافس على الدوري، دي فرقه عندها الماتش الجاي في افريقيا، عندك الماتش الجاي امام شباب بلوزداد في افريقيا. يا نهار فضايح، يا نهار فضايح. اتفرج يا ابني بعد بكره على سيدك النادي الاهلي وهو بيلعب في كاس العالم للانديه راس براس امام ريال مدريد بطل اوروبا وبطل العالم، وعايزين يكسبهم. ربنا يستر والله، ولعيبه الاهلي ما تكونش بتتفرج على الضحك اللي بيحصل ده، عشان لو اتفرجوا على الضحك اللي بيحصل ده وشافوا الزمالك هو بيخسر من فاركو ثلاثه هيستبعدوا ان هم يكسبوا ريال مدريد. لكن احنا في حته وهم في حته، طول عمرنا متعودين على كده، نسر النادي الاهلي فوق في حته ثانيه. كان نفسي النهارده رامي صبري يسجل جول، كان نفسي رامي صبري يسجل جول النهارده من ضربه جزاء بقى، من راسيه ايا كان. لو رامي صبري كان سجل جول النهارده وراح تفلي الاحتفال بتاع النصر، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لكن ثلاثيه النهارده ايه الجمال والحلاوه دي؟
من ساعه الثلاثه بتوع النادي الاهلي تحس ان اي فريق كده ممكن يعدي يخبط الزمالك على قفاه ويكسبه ثلاثه عادي جدا. انا ممكن اجمع صحابي ونتصل كده بالزمالك نقول لهم تعالوا لعبونا ماتش في الخماسي هنا هنكسبهم 3-0 برضه. اي فريق معدي بيكسب الزمالك 3-0. ثلاثيه النهارده ما فيش احلى من كده. شكري نجيب هدف اول باسيست من متيب الدفاع. متيب الدفاع يا جماعه حسام عبد المجيد كان بيتقال عليه افضل مدافع ومدافع طالع ومش عارف ايه. ما تعرفش الاسيستات عندهم في ايه. تحس ان الاسيستات دي في دمهم كده. بدأ الاول محمود علاء بعد كده خدها منه عبد الغني. طب عبد الغني مش موجود الدفاع ما يعملش اسيستات يا جدع ما ينفعش ما تطلعش منهم. على طول حسام عبد المجيد بيعمل اسيست هو كمان وياخدها شكري نجيب ويشق طريقه ويحط واحده على طول جول اول في الدقيقه 6 يقلب الماتش على طول. بس قبل ما نتكلم عن الاجوان خلينا اكلمك عن التشكيل. تشكيل نادي الزمالك النهارده عايز افهم مين حاطط التشكيل ده. مين فيريرا رجع؟ هل هو المدرب؟ لا والله لو قلت ان فيريرا مدرب النهارده تبقى ما تفهمش. الراجل لسه جاي امبارح اكيد مش هو المدرب. طيب اسامه نبيه هو المدرب؟ والله برضو لا يا حبيبي. المدرب مرتضى منصور. الناس دي كلها صوره كده كفر من بره بس هم اللي بيدربوا الفريق. المهم ان النهارده الزمالك بيلعب 4-3-3 بالتشكيل اللي مش عاجب جماهيره. الجماهير بتقول ان 4-3-3 دي مش واكره معانا وبنخسر بسببها مع ان الاهلي يا ابني بيلعب 4-3-3 وبيحط على كل الفرق بس فرق مستويات. احنا لسه متكلمين في الموضوع ده. 4-3-3 طب مش عاجبك الجماهير. طب لما عمل تغييرات بين الشوطين كده ونزل كام تغييره قلب التشكيل اصلا ولعب بالتشكيل اللي الزمالك عايزه برضه مش نافعه معاهم. طب نعمل لكم ايه؟ ال 4-3-3 نافعه؟ ال 4-2-3-1 نافعه؟ لا 3-4-3 نافعه؟ عارف انت الحل بتاعك انك تلعب لاعب زياده في الملعب. تلعب 4-4-3 مثلا لاعب زياده في الملعب. هو الزمالك مش هيكسب غير كده انه يلعب زياده مع انه لما لعب زياده قدام بيراميدز خرج برضه من الكاس. يعني لما كانوا زياده وبيراميدز كان مطرود منه واحد والله ما قدروا يكسبوا برضه. طب نعمل لكم ايه؟ الحل ايه بجد والله مع الفرقه دي يا جدعان؟ حد يقول لي حل نادي الزمالك ايه؟ ايه اللي المفروض يعملوه عشان يقدروا ان هم يكسبوا ويفرحوا جماهيرهم؟ بقوا يصعبوا عليا قسما بالله. صحابي الزملكاويه بقيت ازهق من ان احفل عليهم. يعني الطبيعي ان انا بتصل بكام واحد من الزملكاويه اصحابي وعلى الواتس كده ونرخم على بعض في الماتشات. والله بقيت ازهق. اصل ارخم عليك اقول لك ايه؟ اصل اكلمك في ايه يا عم؟ ده انت بعيد قوي يا ابني، انت بعيد قوي عني اقسم بالله. لما بتخسر ان انا احفل عليك والله عيب. بحفل على مين؟ بحفل على مين؟ يعني انا لما احفل على حد احفل على حد اقل مني شويه في المستوى. مش سما وارض كده، مش سما وارض كده اقسم بالله. زهقتونا. بلد ما فيهاش منافسه. عايز فريق ينافسني، عايز فرقه تكون واقفه قدامي كده تنافسني تحسسني بالحماس شويه. انا زهقت اقسم بالله من الاكتساح الدايم اللي انا عامله محليا وافريقيا وبقيت عالميا كمان على طول موجود في كاس العالم للانديه. ايه اللي الاهلي بيعمله ده يا جدعان؟ خلينا نتكلم الاول عن ترتيب الدوري المصري قبل ما اتكلم عن التشكيل. الاهلي في المركز الاول من 15 مباراه ب 37 نقطه. اقرب حد ليه مين؟ بيراميدز معاه كام؟ 31 نقطه. لا وفرق بيني وبينه ماتش، هم لاعبين 16 ماتش، يعني انا عندي ماتش مؤجل كمان. يعني ال 37 بتوعي دول لما العب 16 زيه يبقى 40، يبقى فرق 9 نقط بيني وبين بيراميدز. يا نهار اسود ومنيل. طيب مين مركز ثالث؟ فيوتشر من 16 مباراه 31 زيه زي بيراميدز. مركز رابع المضحك الزمالك اللي مستني بكره المقاولين والاتحاد. لو كسبوا الزمالك هيبقى مركز سادس. الزمالك بكره باذن الله يبقى مركز سادس. ده ممكن يبقى سابع ولا ايه؟ ده ممكن يبقى سابع. لا هيبقى مركز سادس. الزمالك بكره يبقى مركز سادس لو المقاولين والاتحاد كسبوا الاثنين. لو فازوا الماتش الجاي بتاعهم الزمالك يبقى في المركز السادس رسميا. لا لهبوط الزمالك. فعلوا الهاشتاج يا جماعه، لا لهبوط الزمالك. الزمالك قال لك انا ابن عمي الاسماعيلي تحت، اما انزل اطمن عليه. لو نزل درجه ثانيه هنزل معاه درجه ثانيه. انا جدع قوي. خد ثلاثه جميله النهارده عشان دفاع الزمالك يبقى مستقبل 16 جول. الاهلي دفاعه مستقبل 5 تجوال بس. بيراميدز مستقبل 13، فيوتشر مستقبل 13، المقاولين مستقبل 15. كل الفرق دي سموحه مستقبل 13. كل الفرق دي دفاعها اقوى من دفاع الزمالك اللي مستقبل لحد دلوقتي 16 جول. خط دفاع ده ولا خط حلل ولا ايه بالظبط؟ المهم الزمالك مركز رابع من 17 مباراه 29 نقطه. المقاولين معاه 28 نقطة بس من 16 مباراة. لو كسب الماتش الجاي بتاعه يعدي الزمالك ويرمي الزمالك في المركز الخامس. لا يا جماعة الاتحاد لعب 17 مباراة، الاتحاد لعب 17 مباراة خلاص. يعني الزمالك اخره يبقى المركز الخامس في الجولة دي، مش هينزل سادس. ابسط يا عم، ابسط يا عم، مركز خامس مش مركز سادس. المقاولين هو اللي في ايديه انه يعدي نادي الزمالك في المباراة الجاية. عنده مباراة مع غزل المحلة، لو كسبها المقاولين هوب ينط مركز رابع ويرمي الزمالك في المركز الخامس. ما شاء الله ما شاء الله على الفريق اللي
المفروض هو ده غريمي، هو ده المفروض غريمي في مصر، غريمي والمنافس بتاعي. يا عم منافس ايه بقى؟ اتكسفوا على دمكم، اتكسفوا على دمكم. انا لو زملكاوي اقفل يا ابني اكونت الفيس، اقفل اكونت الفيس، مش هتتحل النهارده، هيفضل تحفيل عليك للصبح. اقفل اكونت الفيس واقفل موبايلك وبطل تشجيع كوره يا ابني، اكرم لك والله، اكرملك من انك تشجع الفرقه دي. خلينا نتكلم عن تشكيل الفريقين الاول النهارده. الزمالك لعب بال 4-3-3، ناحيه اليمين سيد نيمار، ناحيه الشمال عبد الشافي، ثنائيه دفاعيه حسام متيب مستر اسيست الجديد من بعد محمود علاء ومن بعد عبد الغني، عمل الاسيست في اول 6 دقائق عشان يفنش الماتش بدري بدري. الراجل قال لك ايه؟ احنا لسه الماتش ممكن يخش في كلامه، لعيبه الزمالك تحاول تاخد ضربات جزاء، لسه هنيجي لحته ضربات الجزاء دي، لكن راح عامل اسيست جميل قوي. شكري نجيب داس على الكره، دخل بيها راح حاططها عواد اي الجول الاول. الزناري جنبيه مش شايف قدامه، هرب من الماتش كده في الشوط الثاني وراح قال لك هوب انا مصاب يا عم انا مش قادر، احنا خسرانين 2-0 وشكل الثالث جاي. عبد الناصر قال كده، راح خارج من الملعب. الزناري خط الدفاع الثاني، بعد كده 3 في نص الملعب. عمرو السيسي، مين عمرو السيسي؟ بيقدم ضحك في نص الملعب قسما بالله. دونجا بيلعب جنبيه بيقدم ضحك اكتر منه، قالوا لك دونجا هو ده اللي هيشيل نص الملعب، هو ده الوتد، هو ده الصفقه اللي جت عملت. وعمل عمل ايه يا حبيبي؟ قسما بالله نص ملعب ما موجود، دونجا سيء جدا. جنبيه الناحيه الثانيه سيف فاروق جعفر، كان الاحسن فيهم والله في نص الملعب، بس الراجل جه عليه وخرجه. وثلاثيه اماميه زيزو اللي بيلعب لنفسه مش للفرقه اكتر، كل كره واخدها عايز يعمل السبرنت ويعدي، كل كره واخدها عايز يدوس تحت رجليه ويعدي، او يعملها بكعب رجليه ويقطم لجوه. يا عم العب مع اصحابك، يا عم العب مع اصحابك. يقول لي يا عم العب مع اصحابي، انا مخنوق من الفرقه دي اساس. امام عاشور هرب وساب الفريق وسابني لوحدي كده، شايل الطين لوحدي. الناحيه الثانيه مصطفى شلبي، ضحك السنين مصطفى شلبي ده ما بيقدمش اي حاجه للزمالك. ومهاجم سيف الدين الغطاس الجزيري، سيف الدين الغطاس الجزيري النهارده ما عرفش يجيب ضربه جزاء، حاولوا يجيبوها والله. سيف الجزيري وقع في واحده كان بيحاول، زيزو في واحده كده مع رامي صبري جت في ايده، قال لك ضربه جزاء وهو ايديه ورا ظهره، الراجل مرجع ايده ورا ظهره يعمل لك ايه تاني؟ راح رايح لرامي صبري قال له هش هش يا ابني بطل الشغل اللي بتعملوه ده بقى، كفايه بقى الشغل اللي بتعملوه ده. طبعا ما كانش فيه ضربات جزاء النهارده للزمالك خالص. ده كده كان تشكيل الزمالك اللي بدا من اول المباراه. المباراه بدات عندك النهارده في الدقيقه 6 الجول الاول، حسام متيب بيعمل اسيست ولا احلى ولا اجمل ولا اروع لشكري نجيب عشان يسجل الجول الاول. الجول الثاني على طول في الدقيقه 29 مفيش هزار، محمود حماده بيعمل الاسيست لرامي جمال اللي بياخد الكره كده ويروح مودي واحده من نص الملعب. ده انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب، ده انت بتلعب بثلاث لعيبه مس ثلاث لعيبه ديفندرات في نص الملعب، مفيش واحد عارف يضغط، مفيش واحد عارف يعمل بلوك قدام الشوطه بتاعت عمرو جمال. تروح الشوطه على طول في اقصى الزاويه، العواد طاير عليها بالتصوير البطيء. عواد انت حارس ولا انت ايه يا ابني؟ طاير بالتصوير البطيء قسما بالله، كرة المفروض يروح لها من بدري لكن رايح متاخر جدا. الجول بيدخل على طول، فييرا قاعد على الدكه تحس ان هو فرحان، يعني هو قاعد كده اللي هو ايه، احسن احسن يا اولاد الذين مش عايزين تدوني الشرط الجزائي واخلع وجبتوني تاني، ده انتوا فريق غريب. قاعد على الدكه كده تحس ان هو فرحان فيهم، ما قامش ولا مره، مع ان فيريرا الطبيعي انه بيقف على الخط يفضل رافع ايده عامل كده طول الماتش، عامل كده. بتعمل ايه يا فيريرا؟ هي دي التعليمات؟ هو واقف عامل كده على الخط قاعد على الدكه النهارده، ما بيقومش من على الدكه، فرحان تحس كده ومبسوط. اصل مش هو المدرب ومش هو اللي حاطط التشكيل، قال لك هو يمسك من الماتش الجاي امام شباب بلوزداد. انت فاكر ان انت هتكسب الماتش الجاي؟ هتاخد على دماغك ثلاثه برده من شباب بلوزداد. اللي موجود كان مين بقى؟ كان اسامه نبيه واقف لي على الخط، برده مش فارقه معاه، تحس انها مش في دماغه، حتى مش منزل ابنه. الراجل تحس ان هو ايه؟ قال لك انا لو نزلت ابني هيقولوا ده بيلاعب ابنه عشان ابنه بقى ومش عارف ايه، طب اقعد على الدكه يا يوسف. مع ان يوسف اسامه نبيه المفروض يلعب اساسي والله، هو الافضل كتير من مصطفى شلبي، ما لعبش فضل قاعد على الدكه برضه. لان المدرب الحقيقي في الفرقه دي مين؟ مين؟ قولوا لي انتوا في الكومنتات مين مدرب الزمالك الحقيقي؟ سيبك بقى من فيريرا وسيبك من اسامه نبيه، وقول لي انت في الكومنتات مين المدرب بتاعه. ماشي، في الدقيقه 72 كره في العارضه كانت سهل جدا تكون الجول الثاني والله، الجول الثالث والله. سكري بيلعب لوب لعمرو جمال اللي خدها بشماله على الطاير فيرست على طول وهي جايه تاك، الكره في العارضه كان سهل جدا تكون الجول الثالث. والجول الاخير بقى طبعا بيجي في البلاس 90 في الاخر. طبعا الزمالك حاولوا ان هم ياخدوا ضربه جزاء اللي قلت لكم عليها، رامي صبري راح قال له وش يلا بطل يلا الشغل ده واللكلكه الكتير اللي بتعملوها دي، وما اتحسبتش طبعا ضربه جزاء للزمالك لانها غير مستحقه، ما لهمش ضربه جزاء وما يستاهلوش ان هم كانوا ياخدوها. اول التغييرات جاب بين الشوطين ونزل فتوح بيعود اخيرا، نازل مخنوق منهم يا جدع، نازل اقسم بالله هو جادد ومش طايق نفسه.
نزل وخرج سيف فاروق جعفر، مش عارف ازاي يخرج سيف فاروق جعفر، يعني ما تخرج عمرو السيسي يا عم ملوش اي لازمه في نص الملعب، ما تخرج دونجا ملوش اي 30 لازمه في نص الملعب، لكن بيخرج سيف فاروق جعفر وينزل احمد ابو الفتوح عشان يغير التشكيل ل 4 4 2 يلعب ابو الفتوح وعبد الشافي في جهه واحده. المفروض ان انت بتقوي الجهه الشمال، يعني الزمالك حاول يكون انشط، لكن فاركو عارف بيعمل ايه، فاركو عارف ازاي يهاجم ويوصل للجول ويسجل اهداف، الزمالك مش قادر ان هو يجيب جول، مفيش ضربه جزاء فمفيش جول للزمالك. بعد كده الزناري بيتصاب فبيخرج ينزل مكانه محمد طارق. بعد كده ثلاث تغييرات تانيين، نزل يوسف اسامه نبيه مكان مصطفى شلبي اللي المفروض ما ينزلش من اول الماتش، يوسف هو اللي يبدا اساسا. بعد كده بينزل الشهيد ابراهيم انا ضايع عشان يترقص احلى ترقيصه في الجول الثالث ويقول له انا ميت ويقع على ظهره، خد واحده اقسم بالله سيف تيري هنري على راي بلال علام، قال لك ده مش سيف تيري ده سيف تيري هنري، رقص عمر جابر وراح مرقص ابراهيم نضاي، راح مرمي وقع على ظهره، راح داخل ال 18 مرقص محمد طارق وراح شايط الكوره جامد في الجول، عواد قال لك لا الكوره دي جامده مش هقدر اصدها، انا عايز يدخل فيها الثالث عشان يبقى الاهلي خدني ثلاثه وفاركو خدني ثلاثه، انا بحب الثلاثات قوي. الجول الثالث اللي ابراهيم نضاي اترقص فيه، بعد كده بينزل كمان عمر جابر مكان سيد نيمار، وعمر جابر كان انشط من سيد نيمار ودي على غير العاده، سيد نيمار المفروض افضل لكن عمر جابر كان كويس وعمل عرضيه كان ممكن تيجي جول، زيزو ضيعها كده، يعني كان في محاولات شويه من الزمالك لكن مفيش اهداف حقيقيه، مفيش محاولات حقيقيه نقول ان هي كانت ممكن تيجي جول، غراب غراب غراب. الزمالك الفتره دي دايما السقوط بيجيب سقوط، السقوط بيجيب سقوط، تخيل شهر واحد خلص شهر اتنين بدا، النهارده 6/2 بقى لنا شهر وي كده، الزمالك لعب 8 ماتشات كسب فيهم ماتش واحد ماتش فيوتشر، وباقي الماتشات كلها عمال ياخد على وشه هزايم وتعادلات ونتائج غريبه جدا. حل الزمالك ايه ما تعرفش، حل الزمالك في حل اداره الزمالك اول حاجه، في تجديد الفريق كله وتغيير الدم وتغيير لعيبه وانك تجيب موسم صفقات قوي. الزمالك لحد الصيف مش هيعمل اي حاجه، لان الصفقات حتى اللي جايه اللي فيها مشكله في القضي حتى لو اتايدوا كلهم مش هم دول اللي هيفرقوا مع الزمالك، مش هم دول اللي هيغيروا شكل الزمالك، الزمالك بعيد قوي، الزمالك عنده مشاكل كتير قوي مش هتتحل بسهوله، الزمالك عايزه حل مجلس اداره الاول، بعد كده اللعيبه دي كلها هتتفور ويجيبوا لعيبه كتير جدا في مراكز كتير جدا ولاعيبه كتير من اللي موجوده تمشي عشان يقدروا ان هم يقفوا على رجليهم وياخدوا مركز ثالث مثلا في الدوري ولا حاجه. الزمالك في اعتقادي ان هو هيفنش الدوري ده مركز ثالث، ده اكتر مركز يقدر ان هو يوصل له، بعيد جدا عن النادي الاهلي دلوقتي. تخيل الاهلي لو كسب الماتشين المؤجلين له عن الزمالك يبقى 43 نقطه، الزمالك 29 نقطه، هيبقى فرق بيننا وبينهم 14 نقطه كامله. لا الموضوع كبير والموضوع بعيد والموضوع صعب. كفايه كفايه ضحك يا زمالك بجد، والله عندي ماتش مع ريال مدريد عايز اركز فيه، حرام عليك اللي بتعمله فيا ده. قولوا لي توقعاتكم لمباراه النادي الاهلي وريال مدريد، المباراه هتخلص كام كام، التوقعات الصحيحه كلها هتبقى معانا في تحليل ما بعد المباراه، مستني كومنتاتكم بتوقعات الماتش ومين اللي يجيب الاجوال كمان، هنكسب ريال مدريد كام ان شاء الله يعني، واعملوا لايكات كتير كده لللايف، شير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل لكل الزملكاويه، ابعته لصاحبك الزملكاوي كده حفل عليه وروش عليه وكله بالحب يعني، شير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس وفولو لصفحتي على الفيس عشان يجيلك كل جديد. سلام.